حسام، يقولون حسام الماجد متأثر بالفنان المصري سعد الصغير. لا أنا أسمع كل شيء، بس احتمال لين يقولون متأثر لين سعد الصغير. همين نرجع هم الموضوع، يرقص نرجع لهذا الموضوع، فنان متكامل. بس هاي اي بس أبدا ما متأثر لا بي. لا. زين، فنان عربي تحب تسمع له؟ كلهم اسمعهم يعني، لازم كلهم هواية فنانين. الأغلبية تسمع. زين، منو أكثر واحد تسمع له؟ اسمع وائل جسار، اسمع آدم، اسمع أصالة، شيرين. زين، هم تغني أغاني عربية؟ يعني حسب الطلب. كاظم اسمع. يعني حافظ؟ اي طبعا اكيد أغاني عربية حافظ طبعا. غريبة الناس. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير علي. زين، يوم من الأيام نشوفك إنه طلع أغنية عربية، لو صعب عليك؟ لا ماكو شي صعب. لا عاد، لا بس أنت محتواك عراقي، دائما تستهدف الجمهور العراقي. بس اكو عراقيين غنوا بغير لهجة. ما سووا شيء. صدق؟ يعني تحسها فشل؟ يعني مو فشل، هي اوكي. انت اذا تقولين المطرب لازم يغني كل شيء، صح مقصد كلامك، بس انت فنان عراقي، ما يحتاج تغني انت اغنية عربية، لان هي الاغنية العراقية وصلت للعالمية وللعربية. ثلاث ارباع المطربين العرب صحيح قاموا يغنون عراقي. صحيح. زين، اختار لي من المطربين العرب أغنية أنت تحبها لأي فنان عربي. شيرين. شيرين. أوكي، نسمع شيرين. أكثر لا ما نسمع. أغنية لا. تحبها أنا شيرين؟ أسمعها بس ما وأعشقها تغنيها؟ بس ما أغني. ليش؟ لأنه ليش؟ أنت قصتك صوتك ليش؟ حلو فيهم صوتها لا حلو. عدم الحفظ. محافظ.